لأول مرة في العراق تعمل إحدى الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة لتصدير منتوجاتها لخارج البلاد، شركة أورا العامة والتي تعمل على تصنيع القابلوات دخلت السوق الدولية بعد أن رفضت وزارة الدولة بمنتوجاتها، وتعمل الآن على تطوير قدراتها من خلال إدخال خطوط إنتاجية إضافية. كل هذه الأعمال هي بأيد وطنية وأغلبها تعمل بالمجهود الذاتي. اليوم لدينا عقود كبيرة مع وزارة الكهرباء، تحديدا أبرمنا عدة عقود، ولدينا تجهيز شبه مستمر إلى مختلف شركات وزارة الكهرباء. اليوم شركة أور هي السند الحقيقي لوزارة الكهرباء. نعتقد أن لدينا الإمكانية والقدرة على أن نسد ما يقدر ب 50% من احتياج وزارة الكهرباء، وبذلك نستطيع أن نحد من المنتج المستورد، واستطعنا أن نحقق حضور ليس على مستوى العراق فقط، ولكن استطعنا أن نصدر منتجاتنا إلى خارج العراق، حيث أبرمنا عدة عقود مع شركات تركية وشركات لبنانية، وصدرنا مقاطع الألمنيوم التي تتمتع بمواصفات فنية عالية وجودة عالية. مصانع القابلوات وأحدى أقسام شركة أور العامة، متكونة من 7 مصانع إنتاجية، كل مصنع مختص بإنتاج مختلف عن المصنع الآخر. نحن الآن في مصنع القابلو الكهربائي المبروم المعلق، إنتاجنا يسوق إلى وزارة الكهرباء اللي متكونة من مديريات كهرباء الوسط والفرات الأوسط وبغداد ضمن العقود لموسم الصيف الحالي. مراقبون طالبوا بدعم المنتوج الوطني وتفعيل الصناعة العراقية من خلال تشغيل المصانع والشركات الوطنية، والتي من خلالها يمكن أن ترفد واردات الدولة وأن تشغل الأيدي العاملة بعد انتشار البطالة في البلاد، مطالبين الجهات المعنية إيلاء الأهمية بهذه الصناعات المهمة لتقويم قطاعات الدولة. لو كانت هناك مشاريع تستقطب هذه البطالة التي هي موجودة الآن وتسبب مشكلة كبيرة في البلد، يعني مصانع مثل شركة أور وكذلك معامل النسيج وغيرها من الأماكن والمدينة الصناعية، كان المفترض أن تستقطب كل هذه الأيادي العاملة على اعتبار أن هناك مشاريع جديدة، بالإضافة إلى استقطابها الأيدي العاملة توفر أيضا مردود مادي جيد لاقتصاديات البلد. المطالب تزداد هنا لتفعيل المصانع العراقية والاستغناء عن المستورد بعد انتشاره بالأسواق المحلية، والعمل على دعم المنتوج المحلي ليعود البلد إلى مكانته الحقيقية. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.